أخبار اليوم. نتناول دلوقتي السؤال الثالث والأخير في المادة بتاعتنا، مرتبط بعلم الاجتماع، عبارة عن صواب وخطأ. وهو بيطلب مني ثلاث عبارات فقط مما يلي. بتبقى لي 9 درجات، والمفروض انهم 4 جزئيات، بختار منهم 3، كل جزئية عليها 3 درجات. الجزئية الأولى بتقول العادات الاجتماعية نافعة وضارة بالمجتمع. العبارة طبعا صحيحة، لأن احنا من خلال دراستنا تعرفنا على العديد من العادات الاجتماعية، منها المفيد ومنها الشاذ والضار. المفيد اللي بيؤدي للوحدة وتماسك المجتمع والجماعة وتقوية الروابط والعلاقات بين الأفراد بعضها وبعض، زي صلة الأرحام وآداب الطعام والسلوك العام للناس. ولكن هناك بعض العادات الشاذة والضارة، دي تعتبر حالات مرضية بتنتاب الأفراد، وزي التداول بالسحر، زي النوحة على الميت، زي تعاطي المخدرات، زي التبذير في الاحتفالات. عندي الجزئية الثانية بنقول تتمثل أهمية العلاقات الاجتماعية في جوانب متعددة. فعلا العلاقات الاجتماعية لها العديد من الجوانب، قد تتمثل في الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي أو النفسي. هنبص إن الناحية الاجتماعية لما بيكون هناك نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، بتساعد الفرد على الاندماج مع الآخر، الانتماء معه. الجانب الأخلاقي، أكيد أنا لما بكون علاقة اجتماعية مع الآخر، أكيد بترسخ فيها وبتعامل معايا بنوع من أنواع الاحترام وتقدير القيم الاجتماعية المرتبطة بالجماعة والمجتمع اللي أنا أنتمي إليه. العلاقات الاجتماعية لها أهمية بالنسبة للجانب النفسي، إن الفرد لما بيكون علاقات اجتماعية مع الآخر بيشعر بالانتماء والارتباط بالآخر، بالإضافة إلى في نوع من أنواع الأمن والأمان والحماية. عندي الجزئية الثالثة في السؤال السادس، علم اجتماع، بنقول التهديد بيعبر عن خلل في مكونات النظام. طبعا هنا العبارة خاطئة، لأن الخلل في مكونات النظام دوت بيمثل الحادثة من خلال التعريفات اللي احنا تناولناها في المنهج. أما التهديد عبارة عن إشارة وإنذار للأخطار المحتملة. فبنلاحظ أن التهديد له العديد من المصادر، قد تكون مصادر خارجية وقد تكون داخلية. ممكن المتنافسين يندمجوا من بعض على آخر، ممكن اللي يؤدي إلى التهديد انخفاض الروح المعنوية للعاملين داخل المنظمة، وبالتالي قد ينتج عنها عدم التعاون والصراعات واللا مبالاة. عندي الجزئية الرابعة من السؤال الأخير في علم الاجتماع، بنقول إن البطالة لها تأثير إيجابي على النظام الاقتصادي. طبعا احنا من خلال دراستنا لدرس البطالة، احنا قلنا ان عندي مجموعة من الاثار للبطالة، ومنها الدائرة الاقتصادية. وعرفنا ان البطالة بتؤثر تأثير سلبي وليس ايجابي على النظام الاقتصادي، وبالتالي هنا تعتبر العبارة خاطئة، لان البطالة مرتبطة بالموارد البشرية والانسان، واحنا عارفين ان الانسان هو العنصر او المورد الاقتصادي الاول، وبالتالي اي تقدم اقتصادي لاي دولة بيعتمد في الاساس على الانسان واعداده العلمي وتكوين فكره، وبالتالي هو اساس نهضة وتقدم ورقي المجتمع. ولكن البطالة بتضعف من قيمة الشخص او من قيمة الفرد كمورد اقتصادي، وبالتالي المتعطل او العاطل طاقته بتكون مهدرة، ما بيساهمش في الدخل القومي، فبالتالي الاقتصاد بيخسر هذه الطاقات، والباطل او البطاله او الاشخاص يعني اللي بتعاني من البطاله بيعتبروا عبء اضافي على الاقتصاد القومي. ومن هنا نكون خلصنا احد النماذج المرتبطه بماده علم النفس وعلم الاجتماع، وان شاء الله تكون استفدتوا وربنا يوفقكم. وعايزين نوع من انواع الهدوء النفسي وعدم القلق، وعايزين القلق بتاعنا يوصل لدرجة التوسط، عشان إن شاء الله يبقى في بذل جهد، في درجات مرتفعة، في تقدم وتطور، وبالتوفيق وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.